أملاك تسيما والجماعة شاهدوا اللقطة أكثر من يسرون على سيكازوي لتأتي لتشاهد لتحكم. والآن الكرة يعني بصافرة وفي صافرة إجباكو. شرايكم فيها؟ شرايكم فيها؟ هنا الفار هنا يظهر أنه ما لمسوش وإجباكو هو اللي دخل في الشناوي. سنرى الآن النقاش حاد وحاد وحاد جدا، هل يلغي الفار البينالتي أم يؤكد باملاك تسيما في الغرفة غرفة الفار ركزة؟ سنرى ونشاهد القرار في الدقيقة 41-42 أمامك. أمامك هنا طبعا مصر كلها تقول إجباكو هو اللي اصطدم بالشناوي، وكل الوداديين والمغاربة يقول لك لا فما إعاقة بين هذا وذاك، لا أنت تحكم ولا يحكم ولا أنا حكم، الحكم سيقرها أم يلغيها في لحظات. 42 دقيقة لعب في الشوط الأول، الصورة واضحة جدا. حكم حسب ما نقرأ أفكاره هو شوف مغطي عليه ديانج ما شافش مليح، متردد هل هو بقوه بلغه الباسكت باساج اون فورس ولا اعاقه ويعتبرها اوبستركسيون ويؤكد ضربه الجزاء. جاني سيكازوي، جاني سيكازوي يؤكد البنالتي بعد العوده للفار والتشاور مع باملاك تسيما، الفرصه الاولى للعوده في المباراه يا الوداد. كوره للوداد الرياضي، كوره للتعادل للوداد. 43 دقيقة، 3 دقائق سجل أفشا، في الدقيقة 43 الوداد عنده بينالتي، 1-1 ولا تبقى واحد بلاش. صدر الكرة يتقدم في ال 11 متر، إمكانية وفرصة وعودة في دومي فينال من أجل الفاينل، يتقدم يتقدم ويضيعها 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 نادي الوداد، بديع أوكي ضيع البينالتي وجاموند يهبل عليها، مش ممكن ما داره الفريق الودادي أوك. يا بديع بديع يضيع بديع لا أدري بالتخصص يشوت في العادة يحيى جبران، لماذا غير كاموندي اللاعب اللي يشوت يشوت أوك ما يفوت. الشناوي يصلح غلطه، الشناوي يتصدى مرة واثنين على أوك بديع وعلى الحداد ليبقى سكور 1-0 وتبقى المباراة كما صانع الحداد. مباراة قوية جدا مثيرة جدا، البداية أهلاوية والأخيرة والختام شناوية، شناوي يشن الحملة والهجمة لانتصار تاريخي هنا في كازا، وأوك يساعده بكورة مهدورة وقامو بيني وبينك ينظر ويكلم في أعماق النصيري.